يا حبيبي يا حبيبي، والليل والسما ونجومه وقمره قمره سهره، وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا، كلنا كلنا في الحب سوا، والهوى منه الهوى الهوى منه الهوى منه الهوى منه الهوى، سهران الهوى يسقينا الهنا ونقول بالهنا. يا حبيبي يلا نعيش في عيون الليل، ونقول للشمس تعالي تعالي بعد سنة مش قبل سنة، بألف ليلة وليلة بكل العمر. هو العمر إيه الليلة زي الليلة وزي الليلة، الليلة زي الليلة. النهاردة ممكن تكون ليلة من أسعد أيام حياتي لو قبلتوني في الدور بتاع الفيلم بتاع أم كلثوم. شخصية أثرت فيها بشكل كبير قوي، لأنها كانت إنسانة بسيطة وقدرت تتحول من بنت في جيل كان مستحيل إن ممكن أي بنت تطلع في زمنها، لواحدة بقت أسطورة الجيل وكل الأجيال اللي جاية كمان. إنسانة تحدد حتى مرضها، كانت عندها الغدة الدرقية والدكتور منعها في آخر أيامها إن هي كانت تغني خالص، وكانت لازم تعمل العملية بس هي قالت له لا أنا هكمل بفني وهكمل لحد الآخر، وده كان سبب العوينات السوداء اللي كانت بتلبسها، لأن كان عندها بروز في عينيها كان ممكن يضايق المشاهد ويخليه يشمئز هو بيشوفها. بس أم كلثوم الأسطورة اللي فضلت لحد دلوقتي كوكب الشرق، أرجوكي أرجوكوا إن أنتوا تقبلوني في الدور بتاعها. ميرسي. هايدي اليوم بالإيفال كانت منيحة، غنت حلو بالنسبة إلي أحسن من البرايم. ما بعرف ليه وقت بلشت على القرار عطيتني تامبر أنا حسيته كتير نزال، مش معودة اسمعها بالنزال، ما بعرف ليش هيك صار معها. والشغلة اللي بدي شدد عليها كتير عند هايدي اليوم هي قصة النفس، لأنه لو هي عم تعمل كنترول على النفس مثل ما عم ينشغل بكل صفوف وعم ينشغل بطريقة مكثفة مع هي بالذات، كانت بتقدر تكمش صوتها أكثر، إن كان كرياحة على كل مدى الصوت وإن كان كمان كرنة وكبوزيسيون. بس هيدا الشيء هي بدها تشتغل عليه، لأنه نحن عم نشتغلهم بصفوف بس ما فينا نعمل أكثر من هيك، بدها هي تشتغله بطريقة منتظمة كل يوم، وبدها تقدر تطبقه مع الصوت تيحملها صوتها ويريحها على الآخر، لأنه حرام هالصوت الكبير والحلو وهالخامة الروعة تقشط لها المغنى من وراء قصة النفس. هايدي عم تمرق بظروف كتير صعبة بالصوت، أضعف وحدة بالصف عندي هي هايدي، لأنه عندها صوتين عم تستعمل على طول، صوت الصدر، صوت الصدر ما بيكمل لتا يكمل طبقة صوتها، في عندها صوت الراس بلشنا فيه وما أحلاه وهيك عم بتخاف تاخده، مشان هيك أول ما بلشت أخذت النوتة الأوطى الأوطى يلي خنقت لها صوتها. هذا شيء أنا بزعلني، لأنه قدي بحكي بالصف وقدي بقول لها ما تخافي، بدك تخاطري، بدك بلشي تعرضي وتشقلي. أخذت الطبقة كتير واطية لأنه بدها تضلها بصوت الصدر فوق، وبس وصلت لفوق صارت تشد تطال، لأنه صوت الصدر له حدود، في مطرح ما بقى في واحد يكمل بصوت الصدر. على كل حال راح نحاول قد ما فينا، لأنه هي بحالة خطر لو صوتها بياخد العقل.
ما بيمنع قديش صوت هايدي حلو، بس انا اليوم بدي كفي يكون قاسي، لان احنا صرنا بنص المشوار، بدنا نقول الاشياء تغزلنا فيهم كتير وخبرناهم انه اصواتهم حلوه، واضح انه هايدي عندها كل مقومات النجوميه والصوت الحلو والشكل والشخصيه والثقافه والبديكه، بس بحس بعد انه ما هو المشكله لما يكون صوتها هالقد حلو بصير غلطتها أسوأ من غيرها، لأنه بتصير غلطتها كبيرة قد ما صوتها كبير. ما بدي أحكي عن البرايم، بدي أحكي اليوم هي عم بتغني عطول صوتها حلو، ما بيمنع أنه بتبهرك أنت عم تسمعيها، بس بتضلك حاسة أنه هي مش قد هالغنية، يعني في ما بعرف شو هو هالإحساس اللي بيقول أنه يعني بتضلها هيك متولعة، يعني عم مثل واحد هيك عم يحمل الشغلة بالإيدتين وعم بلقلق، مع أنه صوتها حلو كتير، ما بعرف شو ناقصها، ما بعرف. بعدين خلصت حكيتنا هونيك شغلتين عن أم كلثوم، أنه كان عندها الغدة، في شيء أهم بكتير عندك معلومة بك تقوليها، في أهم بكتير من معلومة الغدة أنه لا مشان هيك كانت تحط العوينات، في 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 أهم بكتير فكرة أنه المرأة اللي صارت كوكب الشرق هي فلاحة جاية من الطبقة الفقيرة، قديش عطيت كل حياتها للفن، قديش عملت كورال الخاص يلي هي عملته، شو عملت بمصر، كيف غيرت، كيف كانت هي والسياسة بذات الأهمية بالنسبة للناس، وكيف بعدها لليوم بيروحوا رؤسة بيجوا رؤسة، وأم كلثوم هي هرم من أهرام مصر. يعني حسيت أنه يعني في ضعف بالأفكار بالحكي وبالغنى. أنا برجع بكرر أنه كتير في حسنات، بس أنا اليوم طالع عبالي بس أقول السيئات، لأنه صرنا بالنص، خلينا نكون شوي قاسيين معه. أنا بالنسبة لهايدي بدي أحكي عن الحسنات بالأول، لأنه في حسنات، بمعنى أنه حطت كمان بإطار، قالوا لنا أنه في متسابقة، وحسيت أنه جاي بشخصية، طبعاً عرفنا انه جاي بشخصيه ام كلثوم، وحسيت انه مش معقول يكون هيدا كل شيء، بس يعني انه تفوت تغني بمسابقه وطلعت. حبيت فكره الكاستينج، يعني فايت تقدم كاستينج لانه بدت عم بفتشوا عن مثله تلعب دور ام كلثوم، يعني حبيت الاطار، يعني حسيت لاول مره هيك انه في جهد بالنسبه للفكره، وهيدا شيء كتير ايجابي. الشغلة الثانية الإيجابية إنه أنا بتأثر فيي هايدي وقت اللي بتحكي قد وقت اللي بتغني، يعني لما حكيت هيك أثرتني، بحس على طول هالبنت مخنوقة، عندها دمعة بعينها، عندها حزن بعيونها، دونك ولو أنا عم بتقدم الكاستينج كنت تأثرت ويمكن كنت أخذتها للدور. بس بدنا نشوف الشغلة السلبية، بحس دايما إنه سريعة، بمعنى أنه بدها تعمل شغلتها وتخلص منها مثل عبء، بعدها ما بتستلز بيلي عم تعمله، بما أنه هي ما بتستمتع بيلي عم تعمله ما بتخلينا نستمتع. يعني هالأغنية بلشتها كتير بسرعة، كتير يعني أنا بعرف الأغنية ومن الأغاني القليلة اللي بعرفها، وقلت أنا ليش ركض فيها ركض، وحاولت كارلا تعطيها التيمبو لأنه حسيناها عم تركض. فبدي انه هايدي يكون عندها ثقه بحالها اكثر لتنبسط بيلي عم تعمله، واذا هي استمتعت بيلي عم تعمله بتمرق هذا الاحساس للمشاهد، ما بحسها عم تخنق حالها وعم عم تسترجي تروح على الطبقه المضبوطه ومستعجله لانه لازم تأدي الاغنيه، وخايفه لانه لا خلص لازم تكون ثابتة أكتر، يعني تعبي المكان وتعبي كل شيء، الإحساس كل شيء بمحله وبهدوء من دون ما تركض ركض. أنا صوت هايدي من الأصوات اللي كتير بحبهم بالأكاديمي، لأن أنا بحب هالنوع من الأصوات، الأصوات العريضة، الأصوات الدافية، واللي فعلا في عندها عرب مميزة وجميلة جدا. ولكن أنا بهالمرحلة حس أنه في مشكلة مع هايدي. أول شيء المشكلة هي بالنفس مثل ما سبق وقالت لاسلي، تاني مشكلة هي بتحسس اللي عم يسمعها أنه هي عم بتغني نوتات كتير عالية، بس هي بالفعل بتكون عم بتغني نوتات مش عالية، يعني مثل بالبرايم اللي سمعها بحس أنه هي أخذ طبقة أعلى من طبقتها، بالفعل هي لا، يعني هي كانت عم بتغني أعلى نوت بالغنية كانت سيبام، واللي هي نوت فيها تجيبها بكل سهولة،
يعني بالرجستر تبع صوته، بس ما بعرف ليه عم بتشد كتير على صوته على النوتات العالية، حتى بالنوتات الواطية ما عم بيكونوا مرتاحين، يعني ما عم تقولهم بسهولة وببساطة وبإنسيابية. هيدا المشكلة أكيد لازم بأقرب وقت نشوف شو فينا نعمل، لأنه لازم نستفيد من جمال هالصوت الموجود معنا، لازم يعطينا رياحة أكتر مثل ما قلتوا وقت منسمعها، أنه ما نكون عتلانين همه، بالعكس نكون عم نستمتع باللي عم بتقوله، لأنه هي عندها أشياء كتير حلوة فعلا بتخلي المستمع مبسوط وينطرب. هيدا الموضوع رح نحاول قد ما فينا نرجع نشوف وين المصدر تبع المشكلة الأساسية، تنساعدها أكتر تمشان هي تكون مرتاحة وتريحنا معها، لأنه نحن بحاجة لهيك صوت، وبحاجة هذا الصوت فعلا يكون 100% مرتاح تكل العالم تشوفه وتنبسط وتستمتع.